أحداث 24 ساعة لهذه الليلة. مرحبا بحضراتكم، والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بصقل خبرات الأئمة الجدد وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف. الحكومة تقر موازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو يتجاوز 4% وزيادة لدعم السلع التموينية بنسبة 20%. تقرير أممي يوثق ارتفاع عدد المستوطنين بالضفة الغربية ويربطه بزيادة جرائم العنف ضد الفلسطينيين. إلى تفاصيل الأحداث. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود على نحو مستدام بهدف صقل خبرات الأئمة لتعزيز قدراتها على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي عرض مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد وكذلك الموقف التنفيذي لإفاد الأئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد وزير الأوقاف عرض خلال الاجتماع مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد نخبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تلك الجهود على نحو مستدام بهدف الصقل المستمر لخبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف. كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف لإفاد الأئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم في ضوء دور مصر الريادي في هذا المجال. وقد وجه السيد الرئيس بانتقاء أفضل العناصر من الأئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بما يسهم في أداء رسالتهم على الوجه الأكمل. كما اطلع السيد الرئيس أيضا على جهود وزارة الأوقاف للإعداد لمؤتمرها الدولي الذي سيركز على مناقشة دور الوسائل الإلكترونية الحديثة في الخطاب الديني في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات. وعرض الدكتور محمد مختار جمعة كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل ملحوظ ومستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون وحسن استثمار أصول الأوقاف بما يحقق الصالح العام. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان. وخلال البرقية أكد وزير الدفاع أن ذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد سيظل رمزا للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وامتلاكها لأسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى أفاق المستقبل. كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بتلك المناسبة الغالية. هذا وأصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وخلال البرقية أكد وزير الداخلية أن ذكرى هذه الملحمة الوطنية الخالدة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ بأحرف من نور لتجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر بالانتصار والاعتزاز بما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء، مشددا على أن اليوم
تبقى المبادئ على ثباتها بفضل جهود المخلصين لعبور مسيرة الوطن لأفاق الاستقرار وطموحات التنمية والازدهار. هذا بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أن ما قامت به قواتنا المسلحة في العاشر من رمضان سيظل محفورا بحروف من نور في سجل الشرف والكرامة. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنفس المناسبة. وافق مجلس الوزراء على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، وخلال الاجتماع أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن معدل النمو المستهدف تم تقديره عند 4.1%، وتحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا بنسبة تتخطى 28% مقارنة ب 17% في العام المالي الجاري. كما يستهدف معدل النمو في الموازنة الجديدة زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بنسبة 24% ودعم التأمين الصحي والأدوية بأكثر من 50% ودعم معاش الضمان الاجتماعي ب 24%. كما أشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%. كما وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024. وخلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة المضي في استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة نظرا لأهميتها في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الريف المصري. كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات لسنة 2020 التي تتضمن تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية ومنح الحوافز لهذه المشروعات بجانب توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه مدبول بسرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين بالمرحلة الأولى ضمن وحدات سكن مصر بمدينة بدر على أن يكون التسليم خلال شهر. كما وجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع وبدء إجراءات التخصيص للموظفين المستحقين واستكمال الإجراءات الخاصة بتخصيص وحدات للراغبين من المنتقلين ضمن الحي السكني المعروف باسم R3 داخل العاصمة الإدارية الجديدة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بما في ذلك انتقال جهات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 وزارة وجهة، وخطة انتقال جهات المرحلة الثانية وصولا لنحو 120 وزارة وجهة للعمل بالحي الحكومي بإجمالي نحو 46,000 موظف. عقدت وزارة الداخلية ورشة عمل للعاملين بوزارات الخارجية والتنمية الاقتصادية والتخطيط والتعاون الدولي والجهات القضائية للتوعية بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها. يأتي ذلك استكمالا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها وزارة الداخلية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول. في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الداخلية لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الشائعات الهدامة ومخططات إسقاط الدول، تواصل الوزارة تنظيم ورش العمل التدريبية في هذا الإطار، حيث عقد مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية 26 تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول للكوادر الإدارية بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون الدولي. استمرت فعاليات ورشة العمل على مدار 5 أيام بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، وتناولت مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل عن طريق بث الشائعات
والتشكيك في الثوابت الوطنية وكيفية مواجهتها. تكلمنا كمان عن أبعاد الأمن القومي المختلفة وإزاي كل بعد من أبعاد الأمن القومي أو كل مجال من مجالات الأمن القومي ممكن أنه يتأثر إيجابا أو سلبا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. المحاضرات أنا شايفة أن المحاضرين أثرونا فعلا بالأفكار وبالمعلومات اللي ادوها لنا. كنت أعرف مصطلح مخططات هدم الدولة ولكني ما كنتش عارفة ايه بالظبط دور الجهاز الحكومي، ودلوقتي بقى عندي صورة كاملة واضحة لهذه المخططات واللي اقدر انقلها بصورة مظبوطة بالظبط لزملائي في جميع الوزارات. مصر امانة في اعناقنا جميعا، فواجب علينا ان نجعلها فوق الرأس وامام الاعين، وان نبذل في سبيل الحفاظ عليها كل غال ونفيس، وهذا كله لن يكون الا من خلال الوعي في المجتمع المأمون، حتى تتكاتف كل الجهود لكي نكون جميعا يدا واحدة نبنيها ونشيدها ونعمرها ونحافظ عليها وندفعها دوما إلى الأمام. وقد أشادت الكوادر الإدارية بورش العمل التي تعقدها وزارة الداخلية، والتي تسهم في رفع الوعي لديهم وتعرفهم بمفاهيم جديدة، وتضفي إليهم معلومات تساعدهم على التصدي لمحاولات الهدم والتشكيك بشكل احترافي. بشكر مركز البحوث وعلى الدورة الرائعة دي، والدكاترة فعلا كانوا على مستوى عالي جدا من الثقافة والمعرفة، استفدت جدا منهم. النهاردة هذه الدورة المقدرة أنا سعيدة بيها جدا، لأنها فعلا بتمس كل إنسان مصري عايز يعني يعرف كتير عن بلده، وعايز يطمن ان مصر فعلا ليها رجال بيخافوا عليها وبيحافظوا عليها. كل حد عليه دور وعليه عبء ان هو اللي استفاده واللي اتنقل له انه لازم ينقله في محيطه كمواطن وكادر حكومي. وزارة الداخلية في الوقت الحالي يعني بنحب نشكرهم جدا ان هم بدأوا يرفعوا الوعي لينا كعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على اساس نقدر نواجه كافة المخططات اللي بتواجه الدولة. كمان تأتي ورش العمل هذه إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية رفع الوعي المجتمعي بخاصة لدى الكوادر الإدارية بالدولة، لتحصينهم فكريا للتصدي لمحاولات إسقاط الدول بالشائعات والأفكار الهدامة. دورات تدريبية تنظمها وزارة الداخلية بصفة مستمرة لتوعية المجتمع بمخاطر الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية، ما يؤدي إلى تشكيل حائط صد مجتمعي ضد تلك الشائعات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. متواصلون معكم من التلفزيون المصري، ونتابع بعد لحظات. انطلاق تدريبات لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية باستخدام صواريخ يارس. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 665 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التخلي عن التشريعات القضائية المثيرة للجدل التي أعلن تجميدها بشكل مؤقت حتى الدورة القادمة للكنيست في شهر مايو القادم، ليتيح فرصة للحوار بشأنها مع المعارضة. نتابع. ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني الذي قدمه المفوض السامي، واستعرض المفوض الأممي فولكر تورك أمام المجلس تقريرا حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأكد خلاله ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال العقد الماضي. كما وثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال الفترة نفسها، مؤكدا أن سلطات الاحتلال أخفقت في التحقيق بجرائم العنف التي ارتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. على صعيد آخر، أصيب فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. في غضون ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال،
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المقدسيين أثناء دخولهم لأداء صلاة الفجر بالأقصى. وتتواصل الدعوات للحشد والرباط بالمسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال لا سيما في شهر رمضان. على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج. تصريحات نتنياهو جاءت ردا على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر فيه أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها مواصلة المسار المتعلق بمشروع التعديلات القضائية، معربا عن أمله في أن يتراجع نتنياهو عن تلك التعديلات. هذا وتستمر المفاوضات حول مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل بين أحزاب المعارضة والنقابات وأحزاب التحالف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما رئاسيا بإجراء تعديل حكومي يشمل 5 وزراء، وينص المرسوم الرئاسي على تعيين الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك. كما ينص المرسوم على تعيين الدكتور عبد القادر جخدار وزيرا للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وسيد أحمد بوستة وزير دولة بدلا من المهندس محمد فايز البرشة. رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تظل بلدة باخموت بمدينة دونباس شرق أوكرانيا محل نزاع كما كانت خلال الأسبوعين الماضيين، رغم مزاعم وسائل إعلام روسية الأحد الماضي بسيطرة فاغنر بشكل كامل على مجمع شمال مدينة باخموت. نتابع. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن جميع الأطراف تواصل العمل على إنشاء منطقة أمنية بمحيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. ويقوم غروسي بزيارة إلى المحطة النووية هي الثانية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشدد غروسي على ضرورة اتخاذ كل الخطوات الممكنة لحماية المحطة النووية من أي هجوم محتمل. وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف موقع محطة الطاقة وسط دعوات إلى عقد اتفاق سلامة بين أوكرانيا وروسيا لحماية المنشأة النووية. في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الدولية التي فرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات سلبية. وخلال اجتماع مع أعضاء من الحكومة، أشار بوتين إلى العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي التي قد يكون لها في المدى المتوسط تداعيات سلبية على حركة الاقتصاد. كان الرئيس الروسي قد صرح منذ عدة أشهر بأن موسكو تحاول أن تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي فرض عليها بسبب العقوبات الغربية. في غضون ذلك، أكد مجلس الأمن الروسي أن موسكو ملتزمة بمنع نشوب حرب نووية أو أي مواجهة عسكرية بين الدول المسلحة نوويا. في تلك الأثناء انطلقت تدريبات لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية باستخدام صواريخ يارس. يشارك في التدريبات أكثر من 3000 عسكري ونحو 300 قطعة من المعدات. وتنفذ قوات الصواريخ الاستراتيجية تدريبات في مجال التمويه والتصدي لوسائل استطلاع الجوي الحديثة. يذكر أن صواريخ RS يارس هي منظومة استراتيجية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات، ويبلغ مدى الصاروخ 12000 كيلومتر، ما يسمح بإصابة أبعد المواقع في العالم. بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه من التبرعات والجهود الذاتية وعلى مساحة 1100 متر، يتم حاليا إنشاء أكبر مستشفى لعلاج وجراحات الأورام بالفيوم. المستشفى يعمل على التخفيف عن مواطني المحافظة والحد من عناء سفرهم للعاصمة لتلقي العلاج. تقوم وزارة النقل بتنفيذ مشروع محطة قطارات الصعيد بالجيزة التي ستقدم خدمات مميزة للركاب. المحطة محورية وذكية وتبادلية ذات طابع فرعوني ومستوى عالمي من الخدمات، وتحتوي على شاشات إرشادية وبوابات تذاكر إلكترونية وكاميرات مراقبة.
الآن موعدنا مع أهم الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية في هذا التقرير. نبدأ تقريرنا الاقتصادي من حصيلة صادرات مصر من الصناعات الغذائية التي ارتفعت خلال أول شهرين من العام الجاري بنحو 20 مليون دولار بنسبة 3% لتبلغ حوالي 665 مليون دولار. وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات شهر يناير الماضي ارتفعت بنحو 8% لتبلغ 330 مليون دولار، بينما بلغت صادرات شهر فبراير الماضي 335 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات قدرها 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير من عام 2022 التي سجلت 339 مليون دولار. استعرض وزير المالية محمد معيد تقريرا حول جهود مصلحة الجمارك في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة. من جانبه قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وحماية الصناعة الوطنية. عالميا ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، حيث أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض، كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية، وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنحو 0.5%، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.8%. على جانب آخر انخفضت أسعار الذهب العالمية مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية، وتراجع الذهب في السوق الفورية بنحو 0.6%، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5%. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات جمهورية مصر العربية ومدنها. ختام أحداث 24 ساعة لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.